نشرة الثانية عشرة نبدأها بالعناوين. قوات الثوار تنفي شائعات ما يعرف بتنظيم الدولة وتؤكد سيطرتها على ميناء سرت، وهجوم بسيارة مفخخة يفشل في الوصول لهدفه. ثلاثة قتلى وسبعة جرحى من قوات حفتر في بنغازي، ومستشفى المدينة يستغيث من أجل إنقاذ الأطفال بالمستشفى. مصادر عسكرية من مدينة البيضاء تكشف عن أسماء خاطفي بنافرة وتكشف عن اسم قاتله. السلام عليكم ورحمة الله. فند مصدر إعلامي الأخبار التي يشيعها ما يعرف بتنظيم الدولة بخصوص سيطرته على ميناء سرت. المصدر أكد أن قوات الثوار لا زالت تسيطر على كامل ميناء المدينة، وأنه لا صحة للشائعات التي يطلقها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة والتي قال إن الغرض منها تشتيت قوات الثوار. هذا ويشار إلى أن هذه الصور التي تبث الآن قد نشرها المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أمس الخميس 16 من شهر يونيو من داخل ميناء سرت. أكد مصدر إعلامي انطلاق البث التجريبي لراديو البنيان في مدينة سرت لمخاطبة قوات الثوار ورفع الروح المعنوية. وحسب المصدر فإنه بسبب عدم وجود أي بث في المنطقة لبعد المسافة وبسبب الوضع الأمني، كان لزاما افتتاح راديو البنيان لمخاطبة الثوار الذين يقاتلون عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. يشار إلى أن قوات الثوار دخلت في الأيام الماضية لوسط مدينة سرت، ما عدا بعض المناطق التي لا يزال عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة يتمركزون فيها. ونبقى في سرت، حيث انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة فجر الجمعة في أحد المحاور بمدينة سرت. وحسب مصدر إعلامي فإن السيارة انفجرت جراء لغم أرضي قبل أن تصل لتمركزات قوات الثوار، مؤكدا أن التفجير نتج عنه إصابة اثنين من قوات الثوار بجروح طفيفة. يشار إلى أن تفجيرا استهدف موقعا في منطقة بوغرين نتج عنه ما يقارب 10 شهداء. أصدرت سرايا الدفاع عن بنغازي بيانا نعت فيه الشهداء الذين سقطوا الخميس جراء التفجير الانتحاري الذي قام به أحد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، سائلة الله عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء. سرايا الدفاع عن بنغازي باركت في بيانها لثوار مصراتة والمنطقة الغربية جهادهم وانتصاراتهم في سرت على عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، وأكدت سرايا الدفاع عن بنغازي أنها ستكون سدا منيعا في وجه كل من يسعى لتشويه مسيرة الثوار الخالدة أو تحريف الثورة عن مسارها بحسب البيان. دار الإفتاء الليبية مؤسسة شرعية تجمع نخبة من أهل العلم في البلاد وتتمتع بوضوح في الرؤية وتنتهج الوسطية والاعتدال في الفتوى بعيدا عن الغلو والتعصب والتكفير. مزيدا في التقرير التالي. من عمق حب الشعب الليبي للدين ومن رحم ثورة 17 من فبراير، خرجت دار الإفتاء الليبية تهدف لخدمة المجتمع متدثرة بثوب الوسطية ومراعية لمدرسة الفقه المالكية التي تشربها شعب ليبيا، فجعلت من رسالاتها الوضوح في الرؤية والسماحة في المعاملة والنفرة من الغلو والتكفير وقتل النفس بغير الحق. فإننا جميعا بحمد الله ضد القتل والتفجير والاغتيال والخطف الذي يتعرض له أفراد الجيش والمؤسسات الأمنية وغيرهم أيا كان فاعله. وموقف الدار من قضايا القتل والاغتيالات قديم، ورأيها فيها ثابت لم يتغير.
بيان دار الإفتاء رقم 7 بخصوص أعمال العنف والاغتيالات، ليعلم كل من له صلة بهذا القتل سواء كان فردا أو جماعة أو دولة أو تنظيما أيا كان انتماؤه أو توجهاته إنه يرتكب ظلما كبيرا وإثما غليظا. وحتى بعد ظهور من ينسبون أنفسهم لتنظيم الدولة والذين خرجوا بعد ما يسمى بعملية الكرامة، خرجت دار الإفتاء محذرة من غلوه وتطرفه، داعية للتصدي له بدءا من حوادث الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وتفجير مدينة القبة وبوابة الدفنية، مرورا بتفجير بوابة الستين وما تلا ذلك من تفجيرات، وانتهاء بتفجيرات بوابة سدادة وبوغرين وسرت. في كل ذلك كانت دار الإفتاء حاضرة تدين الغلو والتطرف وتعري منطلقات التنظيم الفكرية ومرتكزاته المنهجية وتبين جهله بمفهوم الخليفة والخلافة. ممن يسمون أنفسهم داعش أو الدولة الإسلامية وفيهم أغلبهم ومعظمهم موجودون في سرت هم غير ليبيين، أتونا من جهات أخرى لا نعرفهم، والمنهج الذي ينتهجونه منهج خاطئ لا يمت إلى دين الله عز وجل بصلة، لأنهم يزعمون أنهم يريدون أن يقيموا الخلافة ويقيموا الدين، ودين الله عز وجل ومبادئه كلها يعني تنسف مبادئهم وأفكارهم الشيطانية هذه. لا تطلب جزاء ولا شكورا ولا تمن ولا تستكثر، فذلك واجبها وتلك غايتها أن توضح طريق الأمة الوسط وتحذر من الغلو والشطط، غير أن سنة الله ألا يقوم داعية للحق إلا وتسلط عليه السفهاء لم يسلم من ذلك الأنبياء، فكيف بمن دونهم في المنزلة والعطاء؟ فتزخرفت الأقوال وتبدلت الأحوال وسخرت لذلك وسائل إعلامية وأقلام داعية تروج الكذب وتشيع الزور وتتهم دار الإفتاء بالسكوت عن الجماعات الإرهابية، متجاهلة أكثر من 30 بيانا أصدرتها دار الإفتاء في محاربة الغلو والتطرف. لذا يخفيها الفتاوى هذه، ليش ما تمشيش لداعش؟ داعش لها فترة طويلة في سرت، مش أول مرة تطلع، ومش يعني وأكثر من مرة تخرج وقتلت وذبحت أقباط ومصريين وليبيين وأخوتنا ليبيين. المسألة ليش لا يكون في فتاوى تجاه داعش؟ وإلى بنغازي، حيث تحصلت قناة التناصح على صور من داخل منطقة جنفودة غرب مدينة بنغازي، وتظهر الصور عددا من الأطفال المتواجدين داخل المنطقة مع تحليق لطيران يعتقد أنه أجنبي. قاعدين في شهر 10 رمضان، ونحن عائلة معنا عرب عائلات، طيران الأجنبي يضرب في الليزر عند صاروخ طلبه في الحوشين تطبي، حسب الله ونعم الوكيل. وين؟ ونبقى في بنغازي، لكن هذه المرة في المجال الصحي، حيث ناشد مستشفى المدينة الطبي أو مستشفى بنغازي الطبي الجمعة من وصفهم بأصحاب القلوب الرحيمة، ناشدهم بالإسراع في إنقاذ الأطفال بالمستشفى. مستشفى المدينة وعلى لسان مدير مكتبه الإعلامي طالب بالإسراع في إنقاذ الأطفال بالمستشفى الذين يموتون لعدم وجود أدوية أو مستلزمات طبية، وحذر من أن قسم أمراض الدم سيغلق لعدم توفر الرعاية المطلوبة،
كما ذكرت إدارة المستشفى أنها طالبت الجهات المعنية بالتدخل ولكنها لم تجد أي استجابة. أما ميدانيا فقد قال المتحدث الرسمي باسم الكتيبة 309 مجحفلة بطبرق المنذر الخرطوش، قال إن 3 أفراد من الكتيبة قتلوا بمنطقة جنفودة ببنغازي. الخرطوش ذكر في تصريح لإحدى القنوات المقربة من خليفة حفتر بأن 7 من أفراد الكتيبة أصيبوا جراء سقوط قذيفة هاون على أحد تمركزاتهم بالقرب من منطقة جنفودة غرب بنغازي. يشار إلى أن قوات مجرم الحرب حفتر تكثف قصفها المدفعية والجوية على جنفودة غرب بنغازي. كشفت مصادر عسكرية عن ملابسات مقتل رئيس جمعية الحكيم للأعمال الخيرية مفتاح بن نافرة بعد اختطافه من قبل مجموعة مسلحة في مدينة البيضاء. المصادر أضافت أن المجموعة المسلحة قامت بنقل بن نافرة فور اختطافه إلى سجن جرنادا وبقي فيه لساعات ثم تم نقله إلى منطقة الرجمة. وأشار المصدر أن بن نافرة مكث في منطقة الرجمة عدة أيام تعرض خلالها للتعذيب من قبل المجموعة المسلحة، ثم قام أحد الضباط برتبة عقيد بتصفية بن نافرة وذلك بإطلاق الرصاص عليه. ندد أهالي مدينة درنا المقيمين بالعاصمة طرابلس، نددوا بما تتعرض له درنا من قصف من قبل الطيران التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر، معتبرين أن السكوت على هذا القصف مشاركة في الجريمة. ودعا أهالي درنا في بيان لهم الأربعاء في وقفة احتجاجية من أمام القبة الفلكية بطرابلس، دعوا المجلس الرئاسي المقترح وبعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل كامل المسؤولية لوقف قصف المدينة وحماية المدنيين، وأكدوا أن الملاحقة القانونية والاجتماعية ستطال كل من يقوم بقصف المدينة أو التحريض عليها أو محاصرتها بحسب البيان. كما أعرب البيان عن استغرابه من صمت المجلس الرئاسي المقترح حيالما تتعرض له المدينة من قصف وترويع للمدنيين من النساء والأطفال والمرضى. قال رئيس البعثة الأممية في ليبيا أو نائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا علي الزعتري إن الغارات الجوية التي يشنها حفتر على مناطق سكنية في درنا والتي أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين قد ترتقي لتكون جرائم حرب حسب وصفه.
الزعتري هدانا هذه الغارات التي قال إنها استهدفت مناطق آهلة بالسكان المدنيين مطالبا بوضع حد لها. وحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس أنه بحسب المعلومات التي تلقتها فقد قتل طفلان ورجلان وامرأة فيما جرح 6 أطفال وامرأة ورجل جراء قصف قوات مجرم الحرب حفتر. وصف التقرير الشهري لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وصف شهر مايو بأنه شهر مأساوي يشهده اللاجئون والمهاجرون ممن يسعون للوصول إلى أوروبا في ظل تصاعد عدد القتلى والمفقودين على سواحل ليبيا. التقرير ذكر أن الأوضاع في سرت ما تزال غير مستقرة بسبب تزايد العمليات العسكرية ما يعرض المدنيين للخطر حسب التقرير. ونقل التقرير الأممي أن كلا من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية يواصلان توفير الغذاء والمساعدات الطبية المنقذة للحياة. وإلى طرابلس حيث تظاهر عشرات من المواطنين في مناطق عدة في العاصمة طرابلس احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء عن العاصمة وعدم العدالة في طرح الأحمال بين المناطق حسب وصفهم. وكانت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس قد حذرت في بيان لها الأربعاء من إمكانية انهيار الشبكة الكهربائية ودخول البلاد في إظلام تام. وأشارت الشركة في بيانها الصادر الأربعاء إلى ما يترتب عن هذا الإطفاء من أزمات كثيرة في البلاد منها إغلاق محطات الوقود والدوائر الخدمية والحكومية. قال عضو لجنة الأزمة في بلدية طرابلس أو في طرابلس الكبرى بالأحرى طه الشكشوكي قال في مداخلته عبر برنامج صوت الناس على قناة التناصح إنه كان على اتصال مع إدارة شركة البريغا وأكدوا له عدم وجود أزمة وقود في جميع مناطق ليبيا. شركة البريغا اليوم أنا كنت مع على اتصال اليوم مع مجلس الإدارة والإدارة العامة للتوزيع، لا توجد مشكلة وقود على الإطلاق في ليبيا كلها، لا توجد مشكلة وقود في ليبيا على الإطلاق. استيراد الوقود موجود بانتظام عادي. اليوم شركة البريغا قدمت الملايين اللترات داخل طرابلس وإلى جميع الضواحي ولا توجد لدينا مشكلة في البنزينة ولا في النافطة على الإطلاق، والله على ما أقول شهيد. وأضاف الشكشوكي أن من وصفهم بأزلام النظام السابق وعصابات مسلحة وتجار يحتكرون اسطوانات الغاز حتى هم من يحتكرون اسطوانات الغاز حتى ترتفع الأسعار. وراء اسطوانات الغاز عصابات 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 وأسلام القذافي ومن لا يؤمنون بالله وتجار يريدون أن يحتكروا ويفلسوا الشعب الليبي ويركعوه ويقولوا لك ارجع لنا يا اخ القائد. أكدت الشركة العامة للكهرباء الخميس انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية بسبب انفصال الدوائر الذي تربط المنطقة الجنوبية بالشبكة العامة لأسباب فنية. وأوضحت الشركة في بيان لها أن الدوائر التي خرجت عن الخدمة هي النهر الخمس بجهد 400 كيلو فولت وزمزم أبو نجيم بجهد 220 كيلو فولت وبني وليد النهر بجهد 220 كيلو فولت، الأمر الذي نتج عنه إظلام تام بالمنطقة الجنوبية. شركة الكهرباء أكدت أن العمل جار على إرجاع الشبكة إلى وضعها الطبيعي من قبل فرق الصيانة الفنية. أصدر ديوان المحاسبة بطرابلس الخميس قرارا تحت رقم 242 أوقف بموجبه موظفين بشركة البريغا لتسويق النفط عن العمل احتياطيا. وجاء في القرار أن سبب الإيقاف
يعود إلى الإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية وإساءة استعمال السلطات والقيام بتصرفات ألحقت الضرر بالمال العام بحسب القرار. وشمل القرار رئيس مجلس إدارة الشركة واثنين من مدراء إداراتها وثلاثة من الموظفين العاملين بها. وفي خبر آخر أيضا، جمد ديوان المحاسبة الليبي أرصدة حسابات مصرفية لجهات اعتبارية وأشخاص طبيعيين ومسؤولين بجهات اعتبارية. وحسب قرار صادر عن الديوان، فإنه يتم تجميد جميع الأرصدة في المصارف الليبية لشركة المسار للاستشارات والخدمات البيئية وشركة طرابلس الدولية لخدمات النظافة، مع تجميد أرصدة خمسة مسؤولين بجهات اعتبارية وثلاثة موظفين. يشار إلى أن ديوان المحاسبة قام بتجميد حسابات مصرفية لعدة جهات اعتبارية وأشخاص طبيعيين بتهمة الفساد وغسيل الأموال. وإلى بن وليد، حيث اجتمع أعضاء المجلس البلدي للمدينة الخميس، وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة لحل الأزمات التي تمر بها المدينة. اللجنة التي شكلها المجلس البلدي ضمت مجموعة مهندسين من القطاعات العامة، كما تم وضع خطط لحل الأزمات التي تعاني منها المدينة. كما تم أيضا خلال الاجتماع الأول للجنة الاتفاق على ضرورة البدء الفوري في صيانة طريق المدخل الشمالي للمدينة، وكذلك حل مشاكل الازدحام. وإلى صبرات، حيث استنكر المجلس البلدي للمدينة الخميس عمليات الاتجار بالبشر التي تحدث على شواطئ المدينة. المجلس وفي بيان له تعجب من تهريب المهاجرين من على شواطئ المدينة في وضح النهار دون مراعاة لحرمة شهر رمضان الكريم، وكذلك ازدياد جثث المهاجرين وعدم قدرة الأجهزة المعنية على انتشالها. كما أضاف المجلس أن أهداف ثورة فبراير سامية وتتبرأ من مثل هذه الأفعال، داعين الليبيين إلى العودة إلى ما كانوا عليه في بداية الثورة. ونختم بهذا الخبر الاقتصادي، حيث ارتفعت أسعار الخام بشكل طفيف الجمعة بعد مخاوف سادت من تأثير محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسجل سعر الخام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 47.78 دولارا للبرميل، وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة إلى 46.58 للبرميل، وكانت عقود الخام قد انخفضت نحو 5% منذ بداية الأسبوع. وإلى العناوين. قوات الثوار تنفي شائعات ما يعرف بتنظيم الدولة وتؤكد سيطرتها على ميناء سرت، وهجوم بسيارة مفخخة يفشل في الوصول إلى هدفه. ثلاثة قتلى وسبعة جرحى من قوات حفتر في بنغازي، ومستشفى المدينة يستغيث من أجل إنقاذ الأطفال بالمستشفى. مصادر عسكرية من مدينة البيضاء تكشف عن أسماء خاطفي بنافرة وتكشف عن اسم قاتله. كان هذا ما لدينا في هذه النشرة لهذه الليلة. دمتم في أمان الله.